السلام عليكم أصدقائي، في فيديو جديد بالليل سوف أذهب وأتدرب باركور رفقة صديق لي، سوف يقوم بتصويري. Let's go. كما ترون أصدقائي، هذا هو صديقي رشيد الذي سوف يرافقني في الفيديو وسوف يقوم بتصويري. ابقوا مع الفيديو. سوف أقوم بعمل تحدي لرشيد وهو سوف يقوم بالصعود إلى هنا لأنه مبتدئ في الباركور. ابقوا معنا. حسنا رشيد، 1 2 3. هيا 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 هيا. التحدي الأول فشل فيه بنجاح. حسنا لم يتوفق في هذه المرحلة لأنه ما زال مبتدئ في الباركور. سوف أجرب حظي أنا أيضا لأنه قال لي ماذا قلت؟ أجرب حظك. سوف أجرب حظ. وجدت للتو مكانا جيدا لتجربة حركة جديدة. سقط رشيد من هنا. حسنا سوف أجرب حظي مع الحركة. حسنا وجدت تحدي رشيد وهو سوف يقوم بعمل ما اسمها بومبس او ما نسيت اسمها. سوف يجب ان يقوم بعمل 5. 1 2 3. اي لا 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 تضع رجليك في الارض، لا تضع رجليك في الارض، لا يجب ان تضع رجليك في الارض. حسنا امسك جيدا هكذا، جرب هكذا، جرب هكذا. حسنا 1. اصعد للفوق، اصعد. التحدي الاخير لرشيد، اسهل تحدي تقريبا سوف اجرب معه وهو سوف يقوم بالقفز من هنا الى هنا. حسنا انطلق. أعد أعد، يجب أن تتوقف. أحسنت. كما ترون هذا هو فيديو اليوم وتدريب اليوم، أتمنى أن يعجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركته مع أصدقائكم لدعمنا على المواصلة. بيس.